إلى ضيف قصر قرطاج، ما تقول رئيسي كان تعيد إلى تونس الخضراء إشعاع سياستها الخارجية اللي فقدناها تقريبا في سنوات ما بعد الثورة؟ ما تقول رئيسي كان إلا الجانب الأمني، تونس معناها فعلا تم حريات ما بعد الثورة، لكن وقع انفلات أمني وهذا شتت جهود معناها مؤسستنا الأمنية ومؤسسة معناها أعوان الداخلية، مما هذا أثر سلبا على الاقتصاد، أثر سلبا على علاقاتنا الخارجية مع الأجوار. ما تكون رئيسي كان إلا الانفتاح على الوسط الإقليمي، سواء معناها الجانب الأوروبي وتدعيم ذلك، كذلك اللجوء أكثر إلى الأقطار العربية بحكم معناها انتمائنا الجغرافي، هذا يكون بدعم الوحدة المغاربية، المزيد من دعم الوحدة العربية، كذلك السعي إلى أسواق جديدة، هذا يخلق طبعا أسواق جديدة في إفريقيا اللي في الحقيقة فقدنا معناها مكانتنا بعد ما كانت معناها نسير على خطى ثابتة نحو معناها التموقع فيها. ما تكون رئيسي كان إلا المحافظة على الحريات، الحريات طبعا هي مكسب لابد أن نحافظ عليه الحقيقة، والتجذر في الهوية العربية الإسلامية، فهذه التجاذبات أيضا يا سيادة الرئيس القادم، التجاذبات السياسية لابد أن ترتقي على التجاذبات السياسية وتكون معناها رئيس جمهورية كل التونسيين، فابن شعب وإلى الشعب وإلى خدمة تونس الخضراء، وتحيا تونس.